السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية قبل كل شيء، إخواننا في غزة لسه محاصرين ولسه القصف شغال على رؤوسهم. ما بنملك حاليا غير التبرع والدعاء. الله ينصرهم ويثبتهم ويقوي شتيمتهم، اللهم آمين. ما تنسوا إخوانكم من الدعاء. الأس 24 ألترا كثير من التقنيين بيقولوا إنه هو ملك الهواتف حاليا بالسوق، وهذا بسبب إنه الجهاز مغطي جميع الجوانب اللي بتخلي الجهاز جهاز فلاكشيب، وهاي الشغلة موجودة بالأس 24 ألترا وموجودة بغيره مثل الماجيك 6 برو، واللي بيمتلك كل إشي موجود بالأس 24 ألترا وكثير من الشغلات بتفوق فيها عليه. فخلينا اليوم نقارن بينهم ونشوف شو التفضيلات لكل جهاز منهم. أول شغلة بدنا نتكلم عليها بهاي المقارنة هي شاشة الجهازين. بالنسبة للماجيك 6 برو فبيمتلك شاشة 6.8 إنش، نفس الحجم الموجود بالأس 24 ألترا، لكن في عندنا هون شغلة اللي هي زي الدايناميك آيلاند الموجود موجودة بالآيفون واللي ماخذة شوية من حجم الشاشة. صح انه في منها فايدة وفايدة كبيرة صراحة، مش زي الآيفون بس اللهم افتح القفل وخلص. في مزايا كثير رح نحكي عنها بهذا الفيديو موجودة بسبب هاي الحلقة اللي موجودة هون. هذه الشاشة بتيجي منحنية، واللي احنا ما صدقنا والسامسونج تخلص من الانحناء، لقينا اونر عاملة انحناء بهاي الشاشة. طبعا الانحناء الموجود هون مش انحناء قوي جدا، انحناء بسيط يعني، وموجود على جميع الحواف تاعت الجهاز مش على حافتين الجانبية بس. هاي الشاشة بتيجي ب 120 هرتز زي الأس 24 ألترا، بس هون في شغلة متميز فيها الماجيك. طبعا الشاشتين بيجوا LTPO اللي هو تردد الشاشة بنزل للحديت الواحد بالمية حسب حكي الشركات، لكن اللي شفته بالأس 24 ألترا انه ما بيرضى ينزل عن الـ 24 فريم زي الأس 23 ألترا، واللي مش ساير عنا بالماجيك 6 برو. الماجيك 6 برو بيوصل للواحد بالمية بكثير من الحالات، وهذا اشي من الاشياء اللي بتوفر طاقة بشكل جميل جدا. كلا من الجهاز زين بيدعم مليار لون بالنسبة لألوان الشاشة، لكن شركة أونر بالنسبة للسطوع قالت إنه 5000 شمعة، وعملنا مقارنة بالموضوع هذا ما كان كثير الفرق موجود واضح، لأنه كان الأس 24 ألترا بيمتلك تغليف الموجود على الشاشة اللي بيخلي الشاشة أصلاً تظهر البيانات اللي فيها أكثر من أجهزة الثانية، لكن تحت الشمس كان الفرق واضح. ألوان الشاشة وسلاستها مع النظام الموجود على الجهاز صراحة خلطة ممتازة جدا بالجهازين، لكن أنا حاسس إنه الماجيك نظامه أخف من نظام السامسونج شوي، وهذا إشي منطقي لأنه سامسونج فيه مزايا كثير، وهذا الإشي أكيد رح يأثر على ثقل النظام. وإحنا ما بنحكي إنه الماجيك ما فيه مزايا، فيه مزايا مش قد السامسونج، لكن كل ميزة مدروسة بطريقة تقنعك باستخدامها. طبعا شاشة الأونر ما رح تلاقي لها لزقات للشاشة أكيد لأنها منحنية، والشاشة المنحنية ما في لها لزقات سكريت او قزاز، راح تلاقي لها بس بلاستيك زي الموجود عندي هون، كل شوي بترجع بتقبع وما بدي اقبعها لانه حقها غالي. بالنسبه لمشاهده الفيديوهات بهذا الجهاز صراحه الاثنين يعني متميزين بشكل متقارب جدا، يعني الان الايام هاي صعب انك تلاقي جهاز بتميز عن جهاز بالاجهزه الفلاجشيب الا بشغلات صغيره جدا، لكن لهون نقل لتجربه مشاهده الفيديوهات هو صراحه السماعات. صح السامسونج اس 24 الترا اعلى بشوي من هذا الجهاز، لكن هذا الجهاز بيمتلك صوت مجسم بطريقة تحس كأنه معاك سبيكر كبير مش سماعة تلفون، واللي ما بتقدر تحكيه عن الأس 24 ألترا لأنه صوت الأس 24 ألترا صح موزع لكن ما في تجسيم زي هذا الجهاز، واللي طبعا بيزيد تجربة الألعاب متعة وبخليك تستمتع في اللعبة أكثر. واللي وجدت أنه الأونر صراحة أمرات بيعطينا في بعض الألعاب مثلا موبايل ليجند هون الأونر أعطاني ألترا بألترا، أما الأس 24 ألترا ما بعرف ليه، يعني ما اتوقع انه هذا اشي موجود على كل الاس 24 الترا، ممكن بس بالحب اللي معي عندنا الفريم ريت موجود بس هاي ما في الترا. جماعه الاس 24 الترا شو وضع الفريم ريتس بموبايل ليجند عندكم؟ بالنسبه للحم بالجهازين الاونر بيحمى والسامسونج بيحمى، لكن الاونر ما لقيته بيطلع عن ال 44 درجه، السامسونج بوصل لل 50 درجه عادي، وطبعا مع معالج الاجن 3 فالجهازين قادرين حتى بعد الحم انهم يعطوك اداء ممتاز على الالعاب. طبعا في نقطة بتفوق فيها الماجيك مقارنة بالاس 24 الترا بالنسبة للالعاب وهي البطارية. البطارية بهذا الجهاز ترى انا شاري الجهاز بمصرية ملهاش علاقة الشركة، يعني شركة اونر لا تواصلوا معي ولا تواصلت معهم ولا بيعرفوني، لكن الحق يقال هذا الجهاز بيمتلك يعني مش عارف ايه احكي لك اكبر بطارية ولا احسن بطارية ولا الجهاز بطاريته خرافية للامانة. انا ولا مرة من اول ما جبت الجهاز قدرت اوصله ل 20% بيوم واحد، ولا مرة اقصى حد قدرت انزله لحديت
35-40. طبعا هذا الاشي بالاجهزة كلها اللي موجودة حاليا بالسوق مش موجود. الايفون 14 بلس اللي كان بطاريته سفاحة كنت امرات افضي اوصله للعشرة، اوصله للخمستاش، اوصله حتى اقل من هيك، لكن هذا الجهاز زي السحر. طبعا هو بيمتلك بطارية 5600 ملي امبير، واللي بتيجي بتكنولوجيا مش ليثيوم ايون، بيجي سيليكون كاربون. اعتقد السائل بيجي جامد، ما بيجيش سائل كثير، وهذا الاشي بيساعد باكثر من شغلة، منها حرارة البطارية ما بترتفع بسرعة، ولما تكون حرارة البطارية ما بترتفع بسرعة بتقدر تزيد بسرعة الشحن، لأنه سرعة الشحن هي من أكثر الشغلات بترفع حرارة البطارية. فصراحة أونر ترفع لهم القبعات على هيك بطارية. بالنسبة للتصوير بهذول الجهازين، الآن بالنسبة للصور، الجهازين بيقدموا لك تجربة تصوير صور سفاحة بكل معنى الكلمة. طبعا الاس 24 الترا راح يكون له تفوق لانه في عدستين زوم مش واحدة، والعدستين الزوم تاعهم اعلى من الموجود بالماجيك 6 برو. عندنا بالاس 24 الترا في 3x وفي 5x، بينما عندنا بالماجيك 6 برو عندنا 2.5x بس، واللي صح حساسه اكبر بكثير من الموجود بالسامسونج. وغير هيك الريزوليوشن تاع الحساس اللي موجود هون 108 ميجا بكسل، لكن هذا الاشي ما بيغنينا عن الزوم الفعلي اللي موجود بالسامسونج، واللي صراحة جربت ال 5x بالجهازين كان تفوق سامسونج واضح. لكن بشكل عام تصوير الصور بالجهازين سفاحين جدا وما بيختلفوا عن بعض، الا ممكن يختلف بالاذواق، يعني ذوقك انت ايش هذا عن هذا. بس بالنسبة لتصوير الفيديو لاحظت تفوق قوي جدا بالسامسونج بالنسبة لمعالجة الفيديو، وتخفيف الحد اللي كانت مبالغة صراحة بالاس 23 الترا، واللي اعطى نتيجة كثير حلوة، وصراحة من الشغلات اللي خلتني نفسي اشتري اس 24 الترا هو الفيديو الموجود هناك. طبعا اذا بنحكي عن تصوير الفيديو الموجود بالاونر، فالاونر بقدر احكي تصوير الفيديو اللي فيه اقرب للاس 23 الترا، لانه الحدة زايدة صراحة ومبالغ فيها، لكن تصوير الليلي فهو افضل من الاس 24 الترا بالنسبة للفيديو. لكن الماجيك في نقطة قوة عالية جدا، وهي تصوير الفيديو لوج، واللي موجود بالماجيك 6 برو كأقصى حد 60 فريم بالنسبة لل 4K، واللي بيعطينا دايناميك رينج عالي كثير، وبيعطينا صلاحيات انك تلعب بالالوان براحتك وتلون وتعطي فيديو احترافي كثير. طبعا الفيديو الاوتوماتيك انا ما بحكي عنه انه سيء، لكن هو لا يوافق ذوقي في الفيديو صراحة. في ناس كثير بتحب هذا الذوق الحاد بالفيديوهات مع الدايناميك رينج الممتاز صراحة اللي موجود فيه، انا ما بحكي على اشي غير الحدة الزايدة بس والمعالج المبالغ فيها. كلا الجهازين بيجوا باقوى العتاد الموجود بالسوق حاليا، ان كان من المعالج سناب دراجون 8 جن 3، ولا مساحة التخزين اليو اف اس 4، والسوفتوير في الجهازين برضو يعتمد عليهم بشكل كبير. لكن في كثير شغلات انا عجبتني بالنسبة للاونر مش موجودة بالسامسونج. اول اشي اللي هي البطارية، هون البطارية زي ما قلنا لكم اقوى بطارية موجودة بجهاز حاليا في السوق، واللي بالنسبة الي اعطيني بطارية اقوى وما تعطيني قلم ما عندي مشكلة. وفي ميزة بهذا الجهاز انه لو الجهاز كان بده يخلص وقت الشاشة وبده يطفي، تفرجت عليه او انتبهت له مباشرة بيرجع بيضوي الشاشة. صح الميزة موجودة باكثر من شركة، لكن التطبيق هون كثير اكيوريت وكثير دقيق لدرجة انه ما بيخطأ بالمرة. ميزة كثير عجبتني برضو وبستفيد منها كثير، انه الجهاز تقدر تطفي الاولويز اون ديسبلاي، ومجرد ما يشوف وجهك الجهاز راح يشغل لك اياه حتى تشوف الوقت. وفي ميزة هون موجودة صراحة بتمنى انها تصير موجودة بكل الشركات، اللي هي انت لو مسكت اي عنصر حطيته هون بتحط بمكان اسمه الفيفورت سبيس، المكان المفضل. الفيفورت سبيس هذا يا حفيظ السلامة هو عبارة عن مجموعة من الشغلات اللي بتقدر تعملها كوبي بعدد لا محدود. يعني هون انا عامل كوبي من فترة طويلة لأشياء، وبتقدر تعملها بس بأي مكان، إن كان نصوص إن كان صور إن كان فيديوهات. فعندك الكوبي بطل يقتصر على الصور والنصوص بس، وبطل يقتصر على وقت محدد. فعندنا هون صارت صلاحيات لا محدودة بالنسبة للنسخ واللصق في هذا الجهاز. وميزة موجودة بين الجهازين بالنسبة للتابلت تاع أونر والماجيك 6 برو، هي بتتواجد في حال كانوا مربوطين الجهازين على نفس الاي دي تاع أونر، وهي أونر تشويس. وكبسنا هون بتلاقي انه الجهازين شايفين بعض، ولو اخذنا الأونر هون شبكناه بالتابلت بيعطيني صلاحيات انه يتحكم بهذا الجهاز، يعني من غير ما تكون شاشة هذا الجهاز فعالة. يعني زي ما انتم شايفين هاي الشاشة هون طفت، وانا بقدر اتحكم بالجهاز بطريقة طبيعية واسحب الصور اللي بدي اياها حتى، وبهنيهم على الايكو سيستم اللي قاعدين بيشتغلوا عليه اونر صراحة. وانا بتوقع تقدم كثير عالي من شركة اونر بالايام الجاية.